هناخد النيفليكشن، وزي ما قلنا البرايم موفر في نيفليكشن واحدة من العضلات الموجودة اللي هي سيميتندينوزيس، والسيميتندينوزيس هي واحدة من الهامسترنج ماسل. فالأوريجين اوف سيميتندينوزيس زي ما انتم شايفين في الصورة طالعة من الاسكيال تيوبروستي بتندن مع اللونج هيد بتاع الباي سيبس فيموريس. الانسيرشن بتاعها زي ما انتم شايفين هنا بروكسيمال بارت في الميديال سيرفيس بتاع البادي بتاع التيبيا، وتكون هي مع احنا قلنا في كومن انسيرشن هنا لجراسيل سيميتندينوز بايسبس فيموريس. فهنقول هنا الانسيرشن البروكسيمال بارت اوف ميديال سيرفيس اوف بادي اوف تيبيا، وده مكان الانسيرشن لثلاث عضلات منهم السيميتندينوزز والجراسيلز. طيب الانسيرشن تاني في ديب فاشيا بتاع الليج، ناخد بقى السيمي ممبرونوزز، ومن اسم العضله سيمي يعني نصها ممبرين زي ما انتم شايفين، فسيمي ممبرونوزز الاوريجن بتاعها برضو طالع من الاسكال تيبروسيتي بروكسيمال اند لاترال للي البايسبس فيموريس واللي والسيمي تندينوزز. فالثلاثه بايسبس فيموريس سيمي تندينوزز سيمي ممبرونوزز نقول عليهم طالعين من الاسكيال تيبروستي. الانسيرشن بتاع السيمي ممبرونوزز في البوستيرو ميديال اسبيكت بتاع الميديال كوندايل اوف تيبيا. الاكشن بتاع السيمي تندينوزز اند سيمي ممبرونوزز بيعملوا اكستنشن للهيب جوينت واسيست ان هيب ميديال روتيشن زي ما انتم شايفين هم طالعين من الاسكيال تيبروستي. فاذا اكستند الهيب اند اسيست ان هيب ميديال روتيشن، ده لو كانوا بيشتغلوا على الاوريجن بتاع العضلات، لكن في الاصل لازم ان العضله بتشتغل على الانسرشن. فالمين اكشن بتاعها بيكون عند الانسرشن اللي هي بتعمل فليكشن في الني وميديال روتيشن اوف ذا ني جوينت. النيرف سبلاي بتاع السيمي ممبرنوزز والسيمي تندنوزز واخده من السياتيك نيرف. العضله الثالثه في الهامسترنج هي البايسبس فيموريس، وفيها من اسمها بايسبس يعني تو هيد، فاخدنا اللونج هيد هيكون طالع من ديستال بارت اوف ساكرو تيوبروس ليجمنت والبوسيرور بارت اوف تيوبروزيتي اوف ذا اسكيال. الشورت هيد هيكون طالع من الميدل وان ثيرد اوف لينيا اسبرا واللاترال سوبرا كوندايلر ريتش اوف ذا فيمور. الانسيرشن بتاع البايسبس فيموريس تكون رايحه في الهيد بتاع الفيبولا واللاترال كوندايل اوف تيبيا. في الديب فاشيا واللاترال سايد اوف ليج النيرف سبلاي بتاع البايسبس فيموريس، فاحنا بما قلنا في عندنا اللونج هيد هتاخد من التيبيال برانش اوف سياتيك نيرف، والشورت هيد هتاخد من البرونيال برانش اوف سياتيك نيرف. يبقى اذا كده عندنا احنا عندنا لونج هيد وشورت هيد، اللونج هيد واخده من التيبيال برانش والشورت هيد واخده من البرونيال برانش، والبوث برانشز طالعين من السياتيك نيرف. ايه هي الاكسسوري ماسلز في الني فليكشن؟ هنلاقي عضله البوبليتيس بتساعد في الني فليكشن، عندنا السارتوريوس بتساعد في الني فليكشن، جزء من الاكشن بتاعها ني فليكشن. كنا قلنا السارتوريوس بتعمل ايه؟ بتعمل فليكشن ادكشن اكسترنال روتيشن، وعندنا الجراسيلز وعندنا الجاستروكنيميوس، لان احنا قلنا الجاستروكنيميوس بتشتغل على الني وبتشتغل على الانكل، فجزء من الاكشن بتاعها هو ني فليكشن. فاذا العضلات الاكسسوري ماسلز ديت بتساعد في جزء من الاكشن. امتى تحصل ليها تعمل سبستيوشن؟ لما العضله البرايم موفرز اللي هي الهامسترنج اللي هي سيمي تندينوزيس وسيمي ممبرونوزيس وبايسبس فيموريس فيها ويكنس، تبدا العضلات ديت البوبليتياس والستراتوريس والجراسيلز والجاستروكنيميوس يعملوا ني فليكشن، ولكن الرينج اوف موشن بيهم بيكون ان كومبليت. الرينج اوف موشن في حاله الني فليكشن بيبدا من الزيرو يوصل لغايه ال 120 او 130 ديجري عن طريق البرايم موفر اللي هي الهامسترنج ماسل. نخلي بالنا بيبدا من رينج من رقم وينتهي لرقم، فالبدايه هي زيرو لانه بدا من عند الزيرو وصل ل 120 تو 130 ديجريز. ايه هي الفاكتور ليميتنج الموشن عندنا؟ تنشن في الكوادريسبس بارتيكولار ريكتس فيموريس، واحنا دي النقطه اللي نقول عليها هي تنشن في الانتاجونست. الكونتاكت اوف كاف وذ بوستيريور ثاي، وهنا بنقول فيها كونتاكت سوفت تيشو هو الكاف مع سوفت تيشو البوستيريور ثاي اللي هي الهامسترنج. ايه بقى الايفكت اوف ويكنس؟ لو حصل في ويكنس في العضلات اللي هي بتاعت الني فليكشن اللي هم الهامسترنج ماسلز هم مسؤولين عن يعملوا ني فليكشن،
فاذا هيحصل ما يسمى الايه الهايبر اكستنشن اوف ذا ني، بتروح في ناحيه الايه الجهه الاخرى، بيحصل انتيرو بيرفكت تيلتنج وذ لامبر ايه لوردوزيس لو كان بايلاترال ويكنس اوف ذا هامسترينج ماسلز، اللي هم بيشدوا على الاسكيال تيوبروستي، تمام، وبيشدوا على الاسكيال تيوبروستي بيعملوا بوستيرو بيرفكت تيلتنج. طيب لو هم حصل لهم ويك بوستيرو بيرفكت تيلتنج يعمل ايه؟ يحافظ على اللوردوزيس، وممكن لو فيها تايتن زياده تعمل فلات باك. طب حصل لها ويكنس، فاذا بيحصل انتيرو بيرفكت تيلتنج، ولما بيحصل انتيرو بيرفكت تيلتنج بيحصل لمبر، اللي بيزيد اللمبر ايه لوردوزيس لو كان الويكنس ايه بايلاتر. طب لو كان الويكنس يونيلاترالي يحصل بيلفيك ايه بيلفيك روتيشن. اذا من هنا عندنا الافكت اوف ويكنس، لو حصل فيه ويكنس في الهامسترنج المسؤول عن الني فليكشن، فاول حاجه هايبر اكستنشن. لو كان بوث سايد في ويكنس نتيجه للاكشن بتاعها على الاسكال تيبروسي او الاورجن بتاعها، فمش هتقدر تشد على الاسكال تيبروسي، فمش هتقدر تعمل بوستيرو بيرفكت تيلتنج، وبالتالي البلفس هيروح ناحيه قدام يديني انتيرو بيرفكت تيلتنج، وما يديني بقى انتيرو بيرفكت تيلتنج يحصل لامبر لوردوزيس. اما لو كان الويكنس يونيلاترال فبيحصل ما يسمى البلفيك روتيشن. البايسبس فيمورس طبعا ديكريز اللاترال ستابيليتي اوف ذا ني، لان انتوا عارفين هنا البايسبس فيمورس انسرشن بتاعها فين؟ بيكون في الهيد بتاع الفيبولا وفين؟ في التيبيال كوندايل لاترال اسبيكت، فكده معناها هي معديه على اللاترال اسبيكت بتاع الني. فلما يحصل فتقلل الاستابيليتي بتاع اللاترال اسبيكت بتاع الني، وبالتالي ممكن يحصل لي ايه؟ ما يسمى البو ليج. والبو ليج هو لما يقف ستاندنج هتبص تلاقي الني بعدت عن بعضها. يبقى اذا ويكنس اوف بايسبس فيمورس فقللت اللاترال ستابيليتي. لما تقل اللاترال ستابيليتي بتاعت الني مع البريشر يبدا الوزن يجي ناحيه الميديال اسبيكت والميديال كومبارتمنت بتاع الني، وبالتالي يحصل ما يسمى البوليكس، لان كده هيبقى عندنا الديستنس بتوين النيز واسعه. طيب لو في ويكنس في الميديال هامسترنج اللي هي سيمي تندينوسيس وسيمي ممبرونوسيس، لان اللاترال هامسترنج عندنا هي البايسبس فيمورس، فلو ميديال هامسترنج يحصل ديكريز الميديال ستابيليتي بتاع الني، وبالتالي يحصل ما يسمى النوك ني. فاذا في عندي لاترال هامسترنج وفي عندي ميديال هامسترنج، لو حصل ويكنس في اللاترال هامسترنج البايسبس فيمورس يحصل بولينجز، ولو حصل ويكنس في الميديال هامسترنج اللي هي سيمي تندينوزيس وسيمي ممبرونوزيس يحصل ما يسمى النوك ني. طيب نيجي بقى لو حصل كونتراكشن في الهامسترنج، طبعا هيحصل تايتنس اوفر، فلو كان في البوس ميديال واللاترال هامسترنج، يعني كان في كل العضلات الميديال هامسترنج قلنا سيمي تندينوزيس وسيمي ممبرونوزيس، طب اللاترال هامسترنج لأن البايسبس فيمورس لو هما الاثنين فيهم تايتنس او كونتراكشن على ذا سيم تايم يحصل فليكشن ني ديفورميتي. طيب لو هما شغالين تحت على الانسيرشن، طيب لو في الاوريجن بقى هتشد على الايه؟ هتشد على الاسكال توبروستي، وبالتالي بتعمل بوستيرو بيلفيك تيلتنج، ولما بيحصل بوستيرو بيلفيك تيلتنج هيحصل فلاتن اوف لامبر ريجون. ايه الفلاتن اوف لامبر ريجون؟ معناها ان اللوردوزيس بيقل. كلا الحالات لازم يكون اللوردوزيس نورمال، لو اللوردوزيس زاد يعني يحصل هايبر لوردوزيس ويسبب لو باك بين، لو اللوردوزيس قل يحصل فلات باك برضه ويحصل باك بين. فاللو باك بين ممكن يجي نتيجه انكريز اللوردوزيس او ديكريز اللوردوزيس از فلات باك، ولما تروحوا سنه ثالثه هتعرفوا الفرق ما بين الاثنين، وكل واحده فيهم ليها اكسرسايز معين علشان تحسن او امبروف الباك بين عند العيانين. من ضمن الافكت اوف كونتراكشنز restriction في knee extension لما يكون الهيب is flexed. لما يكون الهيب flexion تمام مش قادر اعمل ايه knee extension، لان انا عملت stretch الهامسترنج على الهيب، وبالتالي مش عارف اعمل لها stretch على الايه على الني كمان. يبقى اذا في عندي restriction في knee extension لما الهيب يكون ايه flexed. برضه نفس الفكره يحصل restriction في الهيب flexion، تمام مش قادر اعمل hip flexion لما تكون knee extended، لان فيها tightness فهتمنع الحاجات دي. فاذا ريستريكشن في الني اكستنشن لما يكون الهيب فين في وضع الفليكشن، وعندي ريستريكشن في الهيب فليكشن لما يكون الني فين في وضع الاكستنشن. ايه السبستيتيوشن اللي ممكن يحصل في حاله الني فليكشن؟ بيشن مي فليكس الهيب تو ستارت موفمنت ويز ني بارشلي فليكسد، تمام ممكن يعمل سم فليكشن فين في الهيب عشان يعمل ايه زي ما هنشوف في الصوره كده بيعمل ايه سبستيتيوشن. السارتوريوس may substitute and cause flexion and lateral rotation. احنا قلنا سارتوريوس من ضمن الاكسسوري ماسلز بتعمل جزء من الفليكشن، فنعرفها امتى عملت
او دخلت في الاكشن لما تعمل ايه فليكشن ولاترال روتيشن مع ابدكشن. يبقى فليكشن ابدكشن اكسل روتيشن نعرف ان السارتوريس ايه دخلت هنا فين في السابستيتيوشن. الكراسيز ممكن سابستيتيوت وتعمل لنا اللي ايه هيب ادكشن مع صمني وفي فليكشن. الجاستروكنيميس ممكن سابستيتيوت اللي هي الهامسترنج، ولان احنا قلنا الجاستروكنيميس بيطلعها من البوستيريور اسبكت فيمورال كوندايلز، يعني معديه على النيفو فبتعمل صمني بريو في فليكشن، ولكن الني فليكشن هنا هيبقى ان كومبليت. هنا سابستيتيوشن هنا زي ما قلنا عشان نقول له حاول يعمل ني فليكشن، يقوم رافع البلفس بالسهم اللي انتم شايفينه في الصوره ده عشان يوهمك ان هو عمل ني فليكشن. فاذا هيب فليكشن عشان يوهمك ان هو عمل ني فليكشن، فده سبستيتيوشن. خلي بالنا الحاجه اللي في الصوره ديت علشان دي ممكن تبقى ايه سبستيتيوشن، عشان كده لازم بروكسيم الهاند بتاعتك بتثبت البلفز عشان تمنع السبستيتيوشن ده. زي ما انتم شايفين في الصوره كده اجرير 3 طبعا هو مثبت الايه مثبت الباك اوف ذا ثاي، وبيحاول طبعا كده هيعمل ريستريكشن للكومبليت رينج اوف موشن، ولكن انت عشان تشتغل اجينست جرافيتي بعد 90 درجه بيكون داخل في ويز جرافيتي تاني اجري. فاحنا ممكن تثبت هنا على الباك اوف ذا ثاي، ممكن تثبت على البلفز، وبتقول للعيان ان هو يرفع رجله لفوق ويعمل نيه فليكشن. جريد 2 هنا زي ما انتم شايفين في الصوره طبعا البوزيشن بتاع العيان اتغير عشان يبقى سايد لاين، عشان الاكشن يكون ويز جرافيتي اليمينيشن، لان زي ما قلنا قبل كده لازم تكون الحركه فيرتيكال عشان تكون اجينست جرافيتي، ولازم تكون الحركه هوريزونتال عشان تكون ويز جرافيتي اليمينيشن. هنا زي ما شايفين في الصوره جريد 4 و5 بتخلي عارف البايسبس فيمورس بتخلي الني في الهيل ناحيه ان ناحيه جوه عشان تحط الاكشن او اللاين اوف اكشن بتاع البايسبس فيمورس فيبر، وبتحاول تدي مودريت ليدنج ريزيستنس ويعمل هو بيعمل نيد ني فليكشن او ماكسيمم ليدنج ريزيستنس وهولد في اد اند اوف ذا رينج اوف موشن علشان تقول له ريلاكس عشان يديك جريد 5. هنا في العمل اللي لازم تفرق ما بين السيمي برونوزس والسيمي تندونوزس وما بين الايه وما بين البايسبس فيمورس. زي ما انتم شايفين كده هو نام برون، الهيل لما تكون ان يبقى هو عمل لاترال روتيشن في النيه، وادام عمل لاترال روتيشن في النيه ده معناها انه بيخلي اللاين اوف اكشن بتاع البايسبس فيمورس ان هو تشتغل. الصوره اللي بعدها دلوقتي عمل ميديال روتيشن في النيه، وخلي بالنا الميديال روتيشن بيكون عكس الهيل، الهيل بتكون طالع اوت سايد زي ما انتم شايفين كده، فهو كده كده عامل ميديال روتيشن فين في النيه، وبالتالي اللاين اوف اكشن بتاع سيمي تندونوزس وسيمي برونوزس بيكون فيفر ان هو يعمل ني فليكشن. لو كانت النيه في النص معناها كده ان كل الهامسترنج شغاله، ميديال الهامسترنج سيمي تندونوزس وسيمي برونوزس من ناحيه الميديال وبايسبس فيمورس من ناحيه اللاتر، هما الاثنين بيعملوا مع بعض ني فليكشن او بيور ني فليكشن. طب لو انت عايز تشتغل كل عضله لوحدها لازم تحط البوزيشن بتاع الليج في الوضع المناسب للاكشن. زي ما انتم شايفين كده البايسبس فيمورس بتعمل لاترال روتيشن في النين، وبالتالي الهيل بتكون ان سيمي تندونوزس سيمي برونوزس بتعمل ميديال روتيشن في الني، وبالتالي الهيل بتكون ايه اوت. خلي بالنا من الحاجات ديت على اساس ده بتيجي في الامتحان العملي وفي امتحان النظر. طبعا هنا جريد 1 و 0 بيحاول يحس بالبيشن على الباك اوف ذا ثاي، على اما على المصل ذات نفسها او على التندونز بتوع السيمي تندونوزس والسيمي برونوزس من ناحيه الميديال اسبكت، او التندون بتاع البايسبس فيمورس من ناحيه اللاترال اسبكت close to the head of the femur.